أخبار اليوم. والله طبعا بشكر جدا جدا مؤسسة أخبار اليوم وياسر رزق وكل المقيمين على هذا، وطبعا سيادة محافظ شرم الشيخ من تسهيلات ودعم وترحاب والضيافة وكل حاجة. وكل عايز أقوله أني أنا متفائلة جدا، يعني أنا عكس كل الناس اللي وكل اللي حصل في المؤتمر وكل الكلام اللي اتقاله. يعني كل انا عايز اقوله اني شوفي حصل ايه في فرنسا، وشوفي مع كل السيكوريتي اللي في فرنسا، مع كل الامن اللي في فرنسا، الحمد لله رب العالمين. واحنا البلد اللي بتحارب الارهاب، وسيد رئيس السيسي اول واحد واول من يعني ناشد بمحاربة الإرهاب، وسينا دي كان بيحصل فيها تقريبا حروب يومية، وكان بيحصل فيها يعني احنا عندنا حرب بس ممكن الشعب ما يكونش حاسس بالجنود اللي بتروح وكل الكلام ده. بالرغم من كده الحمد لله رب العالمين الإرهاب جه في طيارة وهي سفرة روسيا، فاهمة؟ يعني الحمد لله. يعني تشوفي اللي حصل في فرنسا تقولي دي محمية بقى، مصر دي محمية بقى، ملهاش مش هزار. يعني ده احنا كان زماننا دلوقتي لا قدر الله حصل لنا احداث اقوى بكتير. يعني شوفي انت فجاه، يعني حتى التفجير بتاع النهارده الصبح كانت حاجه غريبه قوي في فرنسا، يعني في سان ديني. انما تيجي دلوقتي تقولي الحمد لله، ايه ده احنا يعني ربنا محافظ على البلد دي، هي مذكوره في القران، يعني هي خلصت. يعني انما انا كل اللي انا بشوفه ان تقريبا دي اول مره يتجمع هذا الكم من النجوم مع بعض، والاعلاميين والرياضيين والمثقفين والوزراء والسياسيين، مجموعه كبيره جدا. يعني ده معناها ايه؟ ان احنا كلنا ابتدينا نتحرك. يعني انا سعيده جدا بالكادرات كمان اللي يعني حتى لو تشوفي الوزيرات تحس ان شكلهم في امل، يعني تحس ان في دم جديد اتغير. الوزراء ما بقوش زي زمان اللي هم في مكان خاص ومش عارف ايه، تحس ان الدنيا كلها وعايزين يسمعوكي وعايزين يسمعوا غيرك، وعايزين ده مهم قوي. وبقول للناس يصبروا شويه، لان انا شايفه تغييرات. يعني انا عن نفسي شفت وزارات كتير قبل كده وشفت رؤساء كتير قبل كده، لكن اللي انا عايز اقوله لا، في تغيير بقينا نحس ان الناس اللي في بوزيشنز معين مواطن مصري بيحب مصر بجد، بس ممكن يعني الماده بقى شويه، يعني هتخش عنصر المواد اللي الماديه، يعني اللي هي مثلا محتاجين قد كده عشان ندعم السياحه، محتاجين قد كده عشان ندعم التعليم، محتاجين قد كده. لكن لو صبرنا شويه واجتهدنا شويه والدنيا مشيت، لا انا حاسه ان شاء الله اللي جاي كله خير. والله بتجيب تأثير. أنا أتمنى أن الشعب المصري هو اللي يحصل تكافؤ بينه وبين بعضه البعض، يعني مش شرط طبعا أهلا وسهلا بأي ضيف من أي بلد عالمي، يعني لكن مصر كفيلة بأبنائها، يعني وشرم الشيخ أبنائها كفيلة بيهم. يعني فإحنا جايين، إحنا كمان جايين، خلي بالك إحنا كلنا جايين عشان نعمل حجوزات على حسابنا عشان نقضي نيو يير في شرم الشيخ. يعني كل فنان فينا هيجيب أسرته وهيجيب كده من فلوسنا احنا، يعني مش بقى ان احنا جايين على ضيافة حد، لا احنا جينا وكلنا اتفقنا ان شاء الله شرم الشيخ، يعني نيو يير والكريسماس ان شاء الله اللي جايين السنة دي هيكونوا في شرم الشيخ خلاص. يعني لا مش خايف، انا وولادي وعيلتي وكلنا فدا مصر، اللي راحوا مش احسن مننا ابدا. هقول لهم حافظوا على مصر، مصر أمانة في إيديكم، ومصر حاجة حلوة قوي.